مشاهدي قناة وزارة العرب، أهلا بكم معنا في هذا التقرير الاقتصادي من برنامج مال وأعمال. نلتقي في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد سويلم، نتعرف من خلاله على أهم الأسعار الخاصة بمختلف السلع التموينية لهذا الشهر والشهر السابق. هل هناك زيادة أم في بعض السلع أم أن الأسعار ثابتة يا أستاذ محمد؟ والله هو الزيادة دلوقتي بقت يومية. يعني احنا بنفوجئ معظم الشركات او معظم المناديب بتوع الشركات، كل زيارة يعني اعمل حسابك الزيارة الجاية في رفع في الاسعار، الزيارة اللي جاية في رفع في الاسعار. طبعا في شركات فعلا بيحصل عندها رفع اسعار، وفي شركات تانية بتبقى مجرد الكلام دوت موجه لان انك تنزل بضاعة كتير، انك عشان المندوب يحقق الهدف بتاعه بحيث ان هو يقدر يبيع اكتر كمية بالنسبة له. لكن فعلا في زيادة في الاسعار، في بعض المنتجات رفعت اسعارها، وفي بعض المنتجات ثبتت اسعارها، وفي منتجات قليلة جدا سعرها، يعني مش طيب، هنقول نزل، حاجة طفيفة جدا هناخد يعني. نماذج من الشهر ده والشهر اللي فات، تمام نقول مثلا سلعة زي كذا سعرها كان وأصبح أو تمام حسب زاد أو قل. تمام هي معظم السلع المرتبطة بالألبان سعرها زاد، سواء الألبان، الزبادي، الشوكولاتة، يعني معظم السلع المرتبطة بالألبان وبالشوكولاتة معظم السلع دي زادت. طبعا السعر الألبان زادت، فبالتالي الجبن زادت، بالتالي الزبادي زاد، بالتالي معظم السلع المرتبطة بالألبان. تمام، ده بالنسبة للزيادات، الثبات في إيه؟ يعني يعتبر الثبات في اسعار زي اسعار المكرونات، برضو السلع اللي هي مرتبطه بالدقيق، هي طبعا بتبقى في سلع اساسيه بيرتبط بيها بقيه السلع الاخرى، فمعظم السلع المرتبطه بالدقيق بقى سواء المكرونات، البسكوتات، الكيك، معظم السلع المرتبطه بالدقيق يعتبر سعرها ثابت. طيب، الإقبال بالنسبة للمواطن، هل بتشعر مثلا إن في يعني تزايد على إقبال شراء السلع اللي هي الاستهلاكية أو أي نوع اللي فيه إقبال شوية؟ هو معظم السلع اللي طبعا اتوفرت عن طريق نقاط التموين دلوقتي تعتبر السلع دي بقى فيها مشكلة بالنسبة لنا كتجار، لأن طبعا التموين بقى يوفرها، وخاصة لما الفرد زاد النسبة بتاعته، فبالتالي معظم السلع الأساسية بقى الفرد يقدر يوفرها عن طريق التموين، حاجة زي السمنة، زي الزيت، زي المكرونة، زي الرز. فطبعا السلع دي بقت أول كل شهر المواطن بياخدها عن طريق التموين، لكن دلوقتي طبعا متوفر له عن طريق التموين، فبالتالي السلعة دي بقت سلعة تقيلة عندي هنا في المحل. طيب، الخضروات والفواكه أخبارها إيه واللحوم والأسماك؟ الخضروات والفواكه دي اللي حاجة غريبة، حاجة متذبذبة جدا. احنا يعني بيجي وقت اسبوع نلاقي الطماطم بسبعة وبثمانية، واسبوع اللي بعده بنلاقي الطماطم بتلاتة، وبترجع تاني تعلى وسبعة وثمانية، فدي متذبذبة على حسب يعني الجو، النقل طبعا، زيادة سعر البنزين طبعا أثر على الفواكه والخضر، لأن طبعا نقلها هو حاجة أساسية. طيب، في أسعار معينة يعني أقدر أقول مثلا الموز بكام من النهاردة، الطماطم بكام النهاردة، التفاح بكام؟ يعني الطماطم النهاردة بتتراوح الكيلو من 4 جنيه ل 5 جنيه، الموز برضو من 8 جنيه ل 10 جنيه، طبعا بتفرق على حسب نوع الزرعة نفسها، لأن طبعا الزرع نفسه حتى بيبقى فيه درجات. هناخد نماذج لبعض أسعار السلع الاستهلاكية التي تهم المواطن بصفة عامة، ادينا فكرة كده يا أستاذ محمد على أهم الأسعار. لو حابب باشا اشغل تمام، بأهم الأسعار بقى، فكرة عن أهم الأسعار. هي طبعا اكتر منتجات بتهم الشارع طبعا المنتجات الأساسية زي المكرونة، الرز، السمنة، الزيوت، طبعا المنتجات دي كلها طبعا متوفرة في السوق دلوقتي ومفيش فيها مشكلة، ما بقيناش نلاقي مشكلة زمان زي المشكلة اللي كانت بتحصل للسكر، او المشكلة ان في اصناف غير متواجدة. الاصناف سعرها صحيح، في منتجات كتير سعرها زاد، يعني مقارنة بين الرز من حوالي سنة ونص كان كيلو بثلاثة ونص، ودلوقتي الكيلو اقل كيلو ب7 جنيه، فطبعا دي يعني بتسبب مشكلة لبعض الاشخاص او البعض محدودي الدخل، لكن حاليا كل السلع متوفره. طبعا حاله السوق حاليا في، ممكن نقول ان في ركود، بعض الركود في السوق، فده احنا بنحاول ان احنا نواجهه بان احنا نعمل عروض، بنقلل هامش الربح
الخاص بينا، بحيث ان يحصل دوران للسلعه ودوران للمنتج، وان يبقى في شغل. طيب الاسعار بقى حضرتك كام بالنسبه للنماذج كده؟ في مثلا مكرونه الملكه، يعني المشكله ان في ناس طبعا لان السلعه مش موجود عليها، بتطلع من المصنع مش موجود السعر، فسعر مكرونه الملكه مثلا بيبقى جمله عندنا حوالي 3 جنيه و20 قرش. معظم الاشخاص بيبيعوها ب3.5، وفي ناس بيبيعوها ب4 دلوقتي، لان في فتره عروض، واحنا بنحاول عشان فتره الركود اللي موجوده في السوق، احنا عاملينها ب3 جنيه وربع. كيلو الدقيق السايب بيبقى ب6 جنيه، كيلو الدقيق المعبأ بيبقى اغلى شويه طبعا لانه معبأ بيبقى ب7. اسعار الزيوت بتتراوح من 13 جنيه لغايه 30 جنيه اللتر على حسب نوعيتها، سواء زيت قلي، لزيت عباد، لزيت ذره. طبعا ذره بيبقى اعلى حاجه. قلي ولا زيت برضو؟ يا لو زاد يعني زاد يعني بنسبه بسيطه جدا، ممكن قروش، يعني من 40 غير مؤثره، يعني غير مؤثره مش قوي يعني بالنسبه طبعا، لان الزياده اللي كانت حصلت من سنه هي اللي كانت زياده قويه شويه، الفتره اللي زاد فيها البنزين هي دي اللي كانت الزياده المؤثره اللي حصلت في البلد. لكن حاليا الزيادات بتبقى زيادات طفيفه جدا. اللي احنا بس فوجئنا بيه ان معظم الشركات اللي حطت الاسعار على المنتجات رفعت كل منتج من المنتجات اللي هتحط عليها السعر بطريقة مغالة فيها. بمعنى ان سعر المنتج في حاجة مثلا زي علبة الجبنة الربع كيلو، علبة الجبنة دي كانت من حوالي اسبوعين، علبة الجبنة احنا بنبيعها ب6 جنيه، بتيجي ب5.5 تتباع ب6 جنيه، فيها هامش ربح 0.5 جنيه، يعني يعتبر حاجة بسيطة جدا. احنا فوجئنا ان نازل السعر عليها من الشركه ب7 جنيه وربع، وهكذا في العلبه نص كيلو برضو كانت بتتباع ب12 جنيه، فوجئنا ان نازل السعر عليها 14 جنيه. فاحنا مستغربين الاسعار اللي الشركات حطتها على المنتجات. هي طبعا بتحسب يعني هامش الفقد او هامش وفي هذا اللقاء مع احد المستهلكين نتعرف على الحاله الشرائيه واخبار اسعار السلع المختلفه. تعرف بحضرتك يا فندم. احمد شلبي. استاذ احمد، ايه رايك في موضوع الاسعار، وهل في ثبات دلوقتي ام في استقرار بصفه عامه؟ هو الحقيقه الحكومه بتعمل جاهده يعني من خلال توفير السلع للبسطاء باسعار زاهده، وخاصه في بطاقات التموين، ولكن اسعار السلع الحره في تزايد مستمر، واحيانا الزياده بتكون واقعيه واحيانا بتكون غير واقعيه نتيجه لجشع بعض الشركات اللي بيستغلوا ارتفاع الاسعار، وان الاسعار كل يوم بترتفع، وبيزودوا باستمرار زيادات غير معقوله وغير مناسبه يعني. واحنا عشان من طبعا في اقتصاد السوق الحر، ما يعني الحكومه طبعا بنعذرها انها ما تقدرش تضع تسعيره جبريه يعني، ولكن المفروض يبقى في رقابه على هذه المنتجات، ويحاول يبقى في سوق منافسه. يعني اما يبقى في احتكار لسلعه معينه ممكن الحكومه توفرها بسعر اقل، وده حدث فعلا من خلال منافس بيع القوات المسلحه، قدرت انها فعلا تجبر التجار انهم يخفضوا بعض اسعار السلع لما لقوها متوفره في منافس القوات المسلحه بسعر اقل يعني. فاحنا بنناشد الحكومه وبنناشد وزاره التموين انها برضو تراقب عمل هذه الشركات، بحيث لان المواطن فعلا الغلاء اصبح لا يطاق يعني. شكرا جزيلا يا فندم. لأي زيادة تيجي في زيادة البنزين، في زيادة المادة الخام، فبالتالي هو بيأمن نفسه، عشان طبعا بيطبع كمية مطبوعات كبيرة، فبيأمن نفسه بأنه يحط سعر أعلى، بحيث أنه يغطي نفسه في على المدى الفترة اللي هو هينزل فيها المنتج بالسعر المعلن على العلبة. هي دي حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا، لأنها طبعا سعر، طالما المنتج مكتوب عليه سعره هتبقى حاجة كويسة جدا وهيريحنا كتير في البيع. لكن في نفس الوقت حاجة برضو مش كويسة، لأن هما لما كل قطعة بتزيد بجنيه أو ب2 جنيه في وقت أصلا السعر العادي كان هو اللي موجود في السوق ومفيش أي حاجة سعرها زاد، فدي مشكلة بالنسبة للشركات. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد.